أخي الحبيب، هذه النوعية من الصلاة يغفل عنها معظم الناس. إنها أفضل أنواع الصلاة بعد الفريضة. اليوم سنتأمل حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وكيف نحيي سنته التي نسيناها وبعدنا عنها. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. إذن الذي يحدد مصيرك في الآخرة الصلاة، والذي يحدد نجاحك في الدنيا الصلاة أيضا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالفلاح هنا هو نجاح في الدنيا وفوز في الآخرة بمرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، معظمنا يؤدي الصلوات المفروضة بسرعة، مع العلم أن هذه الصلاة هي التواصل بينك وبين الله. تخيل لو أنك جلست مع صديق، هل تجلس 4 أو 3 دقائق ثم تذهب، أم تتمنى أن يطول اللقاء، وبخاصة إذا كان هناك مودة ومحبة بينك وبينه؟ طيب، أنت في كل وقت من أوقات الصلاة أنت تقترب من الله، تتواصل مع الله، والله يتجلى عليك في هذه الدقائق. فنجد بعض الناس يحاول أن يعني يسرع في الصلاة ويهرب منها، وكأنها هم يريد أن يتخلص منه، مع العلم أن لقاء الله عز وجل ليس هو الهم، هو الفرح وهو السرور أخي الحبيب. طيب، على الرغم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على أفضل أنواع الصلاة بعد الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل. يعني اليوم جوف الليل مثلا بعد الساعة 12 ليلا. للأسف بعض الناس يبدأ باللهو والعبث والمشاهد التافهة وتضييع الوقت والأحد، يبدأها بعد جوف الليل أو في جوف الليل. ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. لذلك أخي الحبيب، عندما ينتصف عليك الليل تذكر هذا الحديث، أن أفضل أنواع الصلاة بعد الفريضة هي هذه الصلاة. فقم وكن من القلة القليلة الذين يتذكرون الله في هذا الوقت، لأن معظم الناس إما نائم أو عابث أو لاهن أو منشغل في الدنيا. فكن أنت ممن يشغل نفسه بالآخرة ولقاء الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا هو حال المؤمن، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ساجدا وقائما. إذن في حالة عبادة وحالة حذر وحالة رجاء، يرجو رحمة ربه ويحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن أخي الحبيب، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم يجب أن نحفظه. لماذا؟ لأنك لن تنتفع بشيء يوم القيامة كما تنتفع بصلاة جوف الليل، لأن الله يتجلى على العباد وبخاصة في الثلث الأخير من الليل، يتجلى برحمته. بل الله يقول لك: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من أي حاجة لك عند الله تطلبها أخرها لهذا الثلث الأخير من الليل، وقف في صلاتك
صلي ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات. وفي السجود أنت تكون في حالة السجود أقرب موضع من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ وهو ساجد. فأنت هنا في جوف الليل والملك متجلي على عباده، وأنت في حالة صلاة وخشوع وخوف من الله وبكاء ودعاء، تسجد وتطلب حاجتك من الله. والله لن يرد الله سائلا، بل هو الذي يقول لك أطلب لأعطيك، استغفر لأغفر لك، اسأل لأعطيك. إذا كان بك بلاء، إذا كان عندك حاجة دنيوية متعسرة، حرمك الله من الولد، إنسان ظلمك تريد أن يصرف الله عنك هذا الشر، شر هذا الإنسان، رزقك ضاق تريد أن يوسع الله عليك الرزق، عليك ديون تريد أن يقضيها الله عنك، فهذا هو الوقت المثالي أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وأحيانا البلاء والهموم والأمراض أيها الأحبة تكون وسيلة لتذكرك بالله، وسيلة لترجع إلى الله، وسيلة لتشعر بمعاناة الآخرين. وبالتالي هذه الصلاة مهمة جدا. الشيء الثاني أخي الحبيب، يوم القيامة الصلوات المفروضة ليس من الضروري أن تكون كلها مقبولة، لأن كثير منا يقف في صلاته من دون خشوع، أحيانا يسرع في الصلاة، أحيانا ينسى، أحيانا يصلي لله ولكن عقله منشغل في أمور الدنيا، قد تبطل صلاتك ولا تشعر، قد تكون صلاتك غير مقبولة أصلا ولا تشعر، قد يكون فيها رياء، فيها عدم إخلاص. تأتي صلاة جوف الليل لتصلح الخلل في بعض أوقات الصلاة المفروضة، تكمل وتصلح. ربما نسيت بعض الأوقات ولم تصلها، فهذه الصلاة تصلح الصلوات غير المقبولة أو التي سهوت فيها كثيرا أو نسيت فيها أو لم تخشع فيها، لأن الله لا يقبل، أخي الحبيب انتبه، لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم من العمل. حتى الصلاة التي تصليها وهي مفروضة عليك فرضا لا تقبل، لأن الله لا يريدك أن تصلي مكرها. يعني أحرجك شخص وقال لك تعال نصلي وأنت لا تريد الصلاة، ثق تماما الله لا يريد مثل هذه الصلاة. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان نابعا من قلبك، إنما الأعمال بالنيات. ما الفائدة؟ أنني أتصدق بصدقة مثلا وأنا كاره لها، لا يقبلها الله، يقول لي خذ أجرك ممن عملت له. إذن أخي الحبيب يجب أن تكون هذه الصلاة نابعة من قلبك. وبالتالي بعض الناس قد يجبر على الصلاة في اليوم لأنها أصبحت عادة يومية، على الصلوات المفروضة أقصد، يستحي من الناس، قد يكون هو يعني يستحي من أهل بيته من الناس فيصلي. هذه الصلاة ليس فيها إخلاص لله ولا يبتغى بها وجه الله حقيقة. أما صلاة جوف الليل فهي أولا غير مفروضة عليك، ولا أحد يراك ولا أحد يجبرك عليها، وبالتالي أجرها عظيم جدا لأنها نابعة من داخلك، لأن نيتك تكون صادقة وتكون كمية الإخلاص لديك كبيرة أثناء تأديتك لهذه الصلاة. لذلك يعني أرجو أن نتذكر جميعا هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة
الصلاة في جوف الليل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه الصلاة وأن يهدينا إليها ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.